إليكم بالتفصيل مع محمد محي الدين. سواق تاكسي بيقول انه امبارح شاور لواحد عنده يجي 50 سنه تقريبا في شارع العوام، كان عايز يروح منطقه اسمها سوق ليبيا، ده سوق مشهور او اشهر سوق في مرسى مطروح. سالوا عن الاجره، قال له اللي تجيبه، انتوا عارفين طبعنا يعني. فضل يسال كام يعني، يقول له مش مستاهله اللي تدفعه، المشوار صغير وبتاع وكلام من النوع اللي احنا بنسمعه. المهم قال له انا هدفع كذا. صاحبنا سواق التاكسي بيقول ان المبلغ اللي قاله الراجل حاجه ما تتصدقش، لدرجه انه قال له خليك واقف بقى ومش وساب. في اخر الشارع شاور له شاب وركب معاه، لف ورجع عشان يوصله، فعدى على الراجل ولقى لسه واقف في مكانه، ولان الشارع كان زحمه جدا فضل قدامه دقايق بيمشي خطوه بخطوه. من باب الفضول بس على الراجل لقاه بيبكي بحرقه وبيمسح في دموعه، مش عارف يمسك نفسه. والراجل بيعيط كده كانت جنبه مراته بتحاول تهديه. من السلسله اللي في رقبتها سواق التاكسي عرف انهم مسيحيين من الصليب. ايه السبب اللي خلى الراجل يبكي بالحرقه دي؟ السواق احرجه قدام مراته؟ طب انه معهوش فلوس زياده؟ السواق نزل وراح لحد عند الراجل وقال له اوعى تكون زعلان مني، انا مش مسامح نفسي ان انا عملت فيك كده. بص له بنظره عجيبه وعينه كلها دموع واتكلم بصوت مخنوق وقال له صدقني لا مش انت السبب، وشكر انه نزل وفكر فيه. امال بتبكي ليه يا عم؟ قال له انا بس كان نفسي اتمشاها لكن ما قدرتش، وصعبت عليا نفسي ان فضلت واقف مكاني، وفعلا معيش فلوس غير اللي هجيب بقى حاجات لبنتي وعدتها ان اجيبها لها ومسافر النهارده. من هنا عرفنا ليه قال لسواق التاكسي هدفع كذا وهما اللي معايا بس. بدا الشارع يتحرك وكل العربيات بدات تضرب كلاكسات. سواق التاكسي اللي دمه مصري بصحيح قال له وحياه بنتك ما تكسر بخاطري وتيجي معايا، هنوصل الشاب ده الموقف ونرجع نوديك سوق ليبيا. من عزه نفسه رفض رفض شديد، لكن مراته قالت له خلاص الراجل بيحلفك وركبوا معاه. وصلوا الشاب من غير ولا كلمه، ولما نزل الشاب نزل قال له بضحك سواق التاكسي مرتاح جنب اليمامه ولا تيجي جنبي؟ نزل فعلا وركب جنبه. وقتها اكتشف السواق ان الراجل له رجل مبتوره ومركب جهاز. ساعتها مسك نفسه بالعافيه، كان هيبكي على حاله، ولع سيجاره وعزم عليه وفضل يضحكه، ولما وصله وهو نازل قال له كلمه هزت كيان السواق جدا، روح ربنا ما يجعلك سبب بكاء حد. حلف له الراجل بالمسيح الحي انه ما كانش في باله لما بكى وانه ما كانش السبب خالص. ربنا ما يجعلنا من كاسرين الخواطر. شكرا يا عم وجيه غانم. ده اقتصاد ولا مشكلة اجتماعية؟ اقتصاد. الصحة المجتمعية في مصر مش بالسوق اللي هما بيروجوا ليه في الإعلام، ده وجيه سواق التاكسي. الأزمة مش في المواطنين، الأزمة في التضييق اقتصاديا على الناس. لو الراجل كان معاه فلوس كان ركب التاكسي بأي مبلغ طالما محتاجه، بس الحاجة العوز الفقر، مين اللي دخل مواطنينا في العوز؟